كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لفضله يؤكدون على هذا حتى يصومون الصبيان كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ كما جاء في الصحيحين وغيرهما فكانوا يصومون الصبيان ويلهونهم بالعهن يعني ان هذا ما ياتي من من قطن يلهون بذلك حتى ينتهي حتى ينتهي الطعام تصبيرا لاذهانهم ونفوسهم تنصرف عن الانشغال بالجوع، وهذا دليل على اهميته وفضله فانهم ما كانوا يطوعونهم او يروضونهم على صيام نافله كما يروضونهم على صيام يوم عاشوراء. وان كان ظواهر النصوص والادله أن فضل صيام يوم عرفة هو أفضل من صيام يوم عاشوراء باعتبار أن عرفة يكفر الله عز وجل به سنتين السنة الماضية والسنة الباقية بخلاف بصيام يوم عاشوراء فإنه يكون للسنه الباقيه كما جاء في حديث في حديث ابي قتاده. وكذلك ايضا فإن الانسان حتى لو كان لو كان مفطرا في نهار في في نهار عاشوراء فإنه يتأكد في حقه ان يمسك اذا كان جاهلا ان يمسك الانسان اذا كان جاهلا. يعني ان الانسان خرج لديه النهار ثم راى الناس صياما ف فعلم انه دخل فينبغي له ان يمسك وان يتم امساكا وهذا دليل على تأكيده وفضله وهذا جاء ذلك عن جماعه جاء عن عبد الله بن عمر بل ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بذلك وامر ان ان ينادي في الناس من كان صائما فليتم بقيه يومه ومن كان من اصبح مفطرا فليمسك بقيه اليوم يعني حتى لو افطر قبل قبل ذلك وذلك لتاكيد صيام هذا اليوم بل كان يوم عاشوراء مفروضا قبل صيام رمضان وثمة قاعده ان المكان مفروضا ثم نسخ الى الاستحباب فهو افضل من كان مستحبا من جنسه قبل ان ياتي الاستحباب هذا في الاصل ما لم ياتي دليل يخرجه عن, عن هذه القاعده بدليل خاص كصيام يومي كصيام يوم عرفه